للحديث عن هذا الموضوع معي من الرباط السيد خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية وهو مجلس يمثل مكونات المجتمع الصحراوي. مساء الخير بداية. الصورة كما بدت تبدو متناقضة بما قالته أمينة وما قالته الحكومة أو الكلام الرسمي الذي جاء عن المغرب. ما هي حقيقة الواقع؟ اولا مساء الخير، اود ان اصحح الوظيف هو رئيس المجلس الملكي الاستشاري. اهلا بك. اهلا وسهلا. الحقيقه بان ما وقع هو بان هذه السيده المدعوه امينه حيدر التي كانت تتمتع بجنسيتها المغربيه وتقوم بجميع أنشطتها تحت هذه الصفة تخلت فجأة عن هذه الجنسية. ولماذا تتخلى مواطنة مغربية عن جنسيتها برأيك؟ في نظري أنها دخلت في مخطط تم تدبيره في الخارج وخاصة في مع جبهة البوليساريو التي تنتمي إليها كما تقول والجزائر من أجل إحراج المغرب وإحراج إسبانيا ووضع مشاكل في العلاقات الثنائية في هذا الشأن، كما أنه كذلك هذا المخطط موجه لتهرب البوليساريو والجزائر من المسؤوليات الموضوعة عليهم فيما يتعلق باستحقاقات قرارات مجلس الأمن التي تطالب جميع الأطراف لإيجاد حل سريع لقضية الصحراء مبني على أساس التفاوض والحوار لإيجاد حل نخرج منه بالسلم والتعاون وبناء المغرب العربي، وهذا الحل هو الحكم الذاتي. البوليساريو هل تتوقع لا تريد الحكم الذاتي. معلش خلي سيد خلي هنا، هل تتوقع بأنه إبعادها عن البلاد سيسوي الأمور أم يعني يجعل الأمور متفاقمة أكثر، وفي النهاية هي في بلد أوروبي وصحتها تتفاقم فهي مضربة عن الطعام؟ السيدة أمينة حيدر تقول بأنها تنتمي إلى بلد يسمى الصحراء الغربية وهذا البلد غير موجود. الصحراء الغربية هي جزء من المملكة المغربية ولهذا جميع بلدان الدنيا تسير بقوانين، والقانون الجاري به العمل في المغرب هو الدستور والقانون المتعلقة بالدخول والخروج إلى المطارات. فإن خرجت أمينة حيدر عن هذا الموضوع هذا يخل بالقانون القوانين القائمة حاليا. فهي يمكن لها أن ترجع إلى وضعها السابق إن التزمت بالأمور التي كانت تلتزم بها سابقا. نعم سيدي. طيب وهو البقاء بأوراقها المغربية وبجواز سفرها. طيب يعني ستعود إلى البلاد برأيك؟ يعني هناك من يقول بأنه هذه قضية سياسية شاملة يجب أن تحل في الداخل. لا، يعني أولا المغرب ليس هو الذي خلق هذه القضية، والسيدة أمينة حيدر ليست هي المرأة الأولى التي تخرج وتدخل من المنطقة، هي التي اختارت الوقت المناسب للقيام بهذه العملية المسرحية المسيسة لأغراض لا علاقة لها بأمينة حيدر ولا بنشاطها التي كانت تقوم به في العيون، وإنما هي قضية تتعلق بالمس بالمصالح العليا الأمنية والسياسية والوطنية والقومية للمملكة المغربية فيما يتعلق بسيادته ووحدته الترابية في الصحراء. إذن لن ترجع. المقصود لن تعود إلى وطنها برأيك. لن تعود إلى وطنها. لا، ممكن لها. لا، ممكن أن تعود إلى وطنها. هذا كل واقف على ما ستقرره هي بنفسها. هي تقوم الآن بإضراب طوعي إرادي شخصي، فيمكن لها أن توقف هذا الإضراب وتطلب إعادة جنسيتها والالتزام بالنشاط داخل إطار الدستور والقوانين المغربية، وحينئذ تكون كجميع المغاربة. شكرا جزيلا لك سيد خلينا.